سعادة السفير جيلبير شاغوري، سؤالك على هذا المؤتمر، لماذا أتيت إلى هذا المؤتمر؟ لماذا عملت على دعم هذا المؤتمر؟ شو خصك فيه؟ أنا وصديقي توفيق بعقليني كنا عم نحكي شو عم بيصير بهالمسيحية وليش العالم كله ما حدا عم بوكد فيهم. فكرنا إنه لازم نعمل شيء لحتى يفيق العالم المسيحي على مسؤولياته. صفينا عايشين بعالم مثل كأنه عيب العالم المسيحي يدافع عن المسيحية. عملنا المؤتمر بواشنطن لأنه هون أكثر شيء مهم بالعالم، نفيق الشعب المسيحي الأمريكاني ونفيق الشعب المسيحي بالعالم كله أنه في مسيحية عم تتدبح، في مسيحية عم تنشحت من ضياع من بيوتها بس من شان سبب وحيد لأنه المسيحية. طيب سعد السفير، يعني انت ليش انطلقت من خلال الاي دي سي؟ ليش ما رحت من خلال مجموعه ثانيه؟ يعني ليش الاي دي سي وليش بامريكا؟ وش لها علاقه هذه المجموعه بمجموعات اخرى؟ يعني هل كان بهمك بس مسيحي لبنان ام كل مسيحي الشرق؟ الاي دي سي مؤسسه مستقله خلقناها للمسيحيه تبع الشرق. بس كمان لتتعاطى مع المؤسسات المسيحية تبع العالم كله. ما في أي تدخل سياسي، ما في أي تدخل أشخاص سياسيين. من هيك مدعي سياسيين إلى المؤتمر؟ من هيك مدعينا سياسيين، يعني هني إذا تسجلوا بيكونوا تسجلوا أهلا وسهلا فيهم، في يكونوا مسيحيين، في يكونوا إسلام، في يكونوا بدري. بس انطرح التساؤلات حول تمويل هذا المؤتمر، تمويل مشروع، حول دعمه لإيران، حول دعمه لسوريا. هذه الحملات انت جيلبير شاغوري يعني طبعا بتطالك بالصميم وبتطالع الناس اللي نظم هذا المؤتمر. يعني انا حبيبي جبت كل بتاركي الشرق، نعم، وجبت الفاتيكان لحتى اعمل مشروع موله غير من مصرياتي انا. ليش انا شو ناقصني مول؟ من شو لازم المصريات، مصريات ايران اللي هي بلد انا ما رايح عليها ولا بعرفها؟ لا، الفكره هي كانت سعد السفير انه هذا المؤتمر هو لمساله دعم حلف الاقليات وبشكل او باخر يخدم هذه الانظمه اللي هي النظام السوري، اللي هي النظام الايراني، انه عم ينقال تفضلوا هذه الانظمه كانت حاميه هؤلاء المسيحيين وهؤلاء الاقليات، لمن عم بيصير في تغيير بهذه الانظمه تفضلوا شو صار. ليش انا عم بقول او المؤتمر عم بيقول انه الفريق الثاني اللي عم بيقتل هالمسيحيه في جروب تيروريست؟ نعم، في مجموعه ارهابيه. يعني انا اكيد والدليل اوباما اعلن الحرب عليهم. انا اكيد انه السنيين مش مقتنعين فيهم لانه هودي مش عم يذبحوا بس مسيحيه، عم يذبحوا مسيحيه، عم يذبحوا شيعه، عم يذبحوا سنيه، مش على ذوقهم. خطه العمل، عملتوا هذا المؤتمر رغم كل الاشكاليات وكل يعني بعض، واضح انه كان في نجاح كبير صار بالكونغرس، لقاءات اليوم صار في بالوايت هاوس لقاءات. خطه العمل المرحله المقبله شو ناويين تعملوا؟ نحن هلا بعدنا هلا لمبلشين الشغل. وين بدك تشتغل؟ بأي مجالات؟ اعلام، لوبينج، مساعدات. شو مساعدات؟ اكيد كل شيء فينا نعمله لحتى نساعد لنثبت وجود المسيحي يضل بالشرق الاوسط. المسيحي كان بالشرق الاوسط من خلق المسيحيه. نعم، اول دول مسيحيه خلقت بالعالم، اليوم قسم منها إسلامية وفيها مسيحية وسمنا مسيحية وإسلام. نحن المسيحية هذا حقنا نضل بالشرق الأوسط. يعني العمل سيكون عمل دبلوماسي، عمل إعلام، عمل دبلوماسي مؤسساتي. وهيدي خطة بعيدة المدى أو هلأ بس فورة الموضوع؟ هيدا حسب المطلوب. نحن عم نشتغل عليه لتصفي أهم مؤسسة مسؤولة لخدمة المسيحية بالشرق الاوسط او اي محل غير بالعالم
بيلزم له الخدمه. من خلال تفاعلكم مع اعضاء الكونغرس الامريكي ساعتها، نعم، حسيتوا انه هم لهم علاقه بهذا الموضوع، متفاعلين معكم؟ يعني شفنا بالعشاء الكبير اللي صار امبارحه في مجموعه كبيره من رجال الكونغرس الامريكي، واضح انه مهتمين، بس عمليا شو؟ عمليا مهتمين. امريكا بلد وينين، ما في واحد طلع له الصبح يقول انا بدي اعمل هيك. امبارح بريزيدنت اوباما عامل خطاب، انا ما سمعته لحد هلا بعد لانه مشهورين، بس صار عندي وقت شو حكي. بس وقت امريكا بتحكي العالم بينهز. هلا انت بعدك مصدق المساله؟ اكيد مصدقها. طيب بس انه اكيد مصدقها، انه تعتقد انه الموضوع رح ياخذ مسار تنفيذي من خلال شغلكم؟ اكيد اكيد. ودور الكنيسه المارونيه بلبنان كيف تنظر له؟ هو راس الحرب بهذا المجال تعتقد؟ نحن هذا المؤتمر مش مؤتمر ماروني ولا مؤتمر لبناني، ما يصير في غلط. مؤتمر عاملينه أشخاص لبنانية وغير لبنانية وأمريكان، اللي كلنا عم نشتغل. أنا وتوفيق بعقليني مع عنا إكيب أمريكاني اللي عم بيشتغلوا معنا. هذا لاحظناه من خلال جو المؤتمر. مش بس لبنانية أو عرب اللي عم بيشتغلوا بهالتنعيم بهالفكرة. استاذ سفير، يعني انا بدي اشكرك، انت يعني لغتك الفرنسيه تغلب على اللغه العربيه، ومع ذلك قدرت يعني تحدثت بشكل يعني في كثير من طلاقه. اهلا وسهلا فيك، على امل انه يعني نبقى نتابع خطوات تنفيذيه اكثر ونواكبها اعلاميا لنشاط الاي بي سي. وشكرا على هذه الاطلاله لك لاول مره على كل حال. ونحن مرسال مستنظرين نضل انك تساعدنا حتى ما حدا ينسى الاي بي سي. هذا اقل شيء سعد سفير. شكرا لك، ونتابع حديثنا مع نيافه الكاردينال الراعي بعد ما تابعنا هذا الحديث مع السفير جيلبير شغولي.